بسم الله، نشوف مع بعض ازاي اكتب كلمة او جملة بشكل مجسم وفي نفس الوقت كل حرف لوحده، يعني اقدر اتحكم في كل حرف زي ما انا عايز. هاجي من موجراف اقول له مو تكست، بلاقي كلمة ظهرت عندي، اكتب اي كلمة انا عايزها، مثلا غزة، رمز العزة، واجي هنا على مو تكست رايت كليك واقول له ميك اديتابل. ايه ميك اديتابل دي؟ كل حرف اقدر اتحكم فيه لوحده عن طريق ان انا هاجي هنا علامة البلس بلس بلس حرف الجي، تلاقي ان انت تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. حرف الايه فده يسهل عليك ان انت بعد كده تعمل الحاجات دي فيديو، الحروف بتتحرك مع بعض بشكل دوت.